بتحرق قلبها باللي انت بتعمله ده، زائد ان المجتمع محتاجك. المجتمع بالنسبه للمتعافين بقول لهم الف مبروك، واحنا جايين نحتفل بيهم النهارده، وان شاء الله يا رب ما يبقى لهم رجعه ابدا الموضوع ده. ودي خطوه جميله، عدوا مرحله صعبه في العلاج وانتصروا عليها بقوه الايمان والصبر والصلابه وقوه الشخصيه. فبقول لهم برافو، واوعوا ترجعوا للانتكاسه. بشكرك. ليه دور مؤثر في علاج الادمان ووصول الادمان؟ ما اقصدش يعني شاف ان في تقصير من ناحيه الفن من بعض الاعلاميين او بعض الاعمال الفنيه بتحصل اللي بيوصلوا الادمان صوره هم مش قبلنا احيانا. لا هو بص اقول لك على حاجه، هو كل واحد بيوصل فكرته، بيوصل اللي هو عايزه من وجهه نظره. في ناس بتدافع عن المسلسل وفي ناس بتهاجم المسلسل. مظبوط. وجهات النظر دي تحترم كلها، ولكن اتفقنا او اختلفنا لازم نقول ان هو عمل محترم جدير بالمشاهده، لان هو بيمس قضيه مهمه جدا جدا جدا، مش في مصر بس، في كافه دول العالم، على مستوى العالم كله. لازم نتفرج على نفسينا، يعني مش قصدي على المسلسل بس، احنا بنتفرج، في ناس بتتفرج على نفسها، فدي حاجه مهمه جدا يعني. مشكور.